الدوقي لاعبة سابقة لفريق الدفاع الحسني الجديدي ومشجعة وفية لفريق الدفاع الحسني الجديدي ولاعبة حاليا لفريق فتح سيدي بنور اللي كنقدم ليه التحية من هاد المنبر. هاد الطابلة في رمضان أبار طابلة في رمضان أنا من الصغر كنت ضروري خاصني نخرج راسي ضروري فاش ملي كنسالي القراية في الصيف كنخدم كندبر على راسي باش ما كنقولش والدي يعطيوني ولا شريو ليا ولا خاصني. انا من الصغر ديالي انا بحال هكا. الطابله الفكره ديالي جات من رمضان كنكون مريحه ما كنلقى ما يدير خاصني زعما نخرج راسي ما نبقاش لا نحتاج شي حاجه ولا ما خاصنيش نبقى معول على الوالديه ولا شي حاجه. انا والوالده الله يخليها ليا انا والوالده وخويا تاعو بعد المرات كيجي يعاوننا كيجي الناس اللي كيجيو يتقداو الجزيره كامله كتجي. انا عندي الحمد لله واحد الشعبيه كلشي كيعرفني الجزيره كامله جديده واي مدينه اكثر كلشي كيعرفني والجيران ديالنا كلشي كيجي يتقدا كلشي كيجي يتقدا من عندنا. عندي دابا انا كنخدم في الصباح عندي كنخدم في الجرف عندي عندنا واحد الشركه كنخدم معاهم كندير داكشي ديال الحمايه المهنيه ديال الخد ديال المشغل. وعدي هنا الطابله ملي كنخرج من الخدمه كنجي نعاون الوالده حتى كيأذن حتى كيقول الله اكبر. ماما هي اللي كتمشي تقدا انا كنمشي للجرف كنخدم وماما كنجي كنلقى موجده الشغل انا غير كنعاونها. مورا الفطور كنحاول حتى دابا سينيت مع الفريق ديال فتح سيدي بنور وخاصني ضروري نتريني مره ولا جوج الحصص في السيمانه. ودابا مع رمضان اجلت لونطريمو كنخليها حتى الليل كنمشي كندير فوتين كنجري كندير حركات وداكشي باش كنبقى محافظه على اللياقه البدنيه ديالي. الشي في هذا الوقت الا كدير شي حاجه مزيانه ما تحشمش خدم غير بدراعك وجيبها حلالا طيبا ما كاينش اللي غادي يشوفك شي شوفه ناقص. هذه الرساله ديالي بنادم يخدم بدراعه ولا البنات ولا الدراري. رمضان مبارك كريم الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وباش باش ما تمنيت ان شاء الله يا رب يجي عندي مرحبا بي ما بين لاله زهره والكرمه. انا جيت الوسط بيناتهم ما بين لاله زهره والكرمه. الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك وشكرا لكم وشكرا للاشواق شكرا لكم بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.